بدأت وزارة النقل إدخال 38 قطارا جديدا الخدمة على عدد من خطوط السكة الحديد اعتبارا من الساعات الأولى من صباح اليوم، وتتنوع تلك القطارات الجديدة بالكامل بين القطارات المكيفة والفاخرة وقطارات الدرجة الثالثة. من جهته أكد رئيس هيئة السكة الحديد أشرف رسلان أن جهود الخدمة المقدمة للركاب عالية في القطارات الجديدة، والهدف أن جودة الخدمة المقدمة للركاب تتناسب مع وضع تطوير شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أن تحريك الأسعار بما يتناسب مع مصروفات التشغيل بنسبة معينة لا تغطي كل المصروفات. طبعا النهاردة أضافة كبيرة جدا لأسطول السكة الحديد بتشغيل 38 قطار إضافي على جميع خطوط الشبكة، منهم طبعا القطارات الروسية. النهاردة في 6 قطارات روسية بتتحرك بين القاهرة وأسيوط وبين القاهرة وسوهاج وبين القاهرة واسكندرية، طبعا لخدمة الوجهين الإبلي والبحري. ودي طبعا أول باكورة 33 عربية وردوا من شركة ترانس ماشي الروسية المجرية، وإن شاء الله يعني شهريا في دفعات عربات هتوصل، فكل ما توصل العربات هنبدأ نشكل منها قطارات جديدة. وطبعا احنا بنشكل القطار كامل بالنسبة سواء للجرار أو بالنسبة للعربات عشان يبقى خدمة كاملة متطورة على خطوط الشبكة. هو طبعا بالنسبة لهذه القطارات احنا طبعا كان عندنا الأسطول القديم معظم سواء من الجرارات أو العربيات عمره حوالي أكثر من 40 سنة، فكان بيستهلك طبعا وقت كبير جدا بالنسبة لأعمال الصيانة والتجهيز بالإضافة لاستهلاك وقطع غيار كثيرة. إنما النهاردة احنا بنتكلم على قطار جديد سواء من العربيات أو الجرارات، فبيبقى له مراحل اللي هو الصيانة يعني مجدولة ومعروفة، وطبعا يعني لسه زي ما بيقولوا في الضمان، فالحمد لله يعني هيقلل شوية من إيه من موضوع التكاليف الخاص به سواء بقطع الغيار أو بسواء بالنسبة لأعمال التجهيز.